إذن متابعينا الكرام نكتفي بهذا القدر من حديث السيد ماتورانا. أنت مبروك بالتأكيد نكررها لنادي النصر. كابتن خالد الغامدي راح في كابتن النصر ظهر بمستوى مغاير بشكل جديد في هذا الجو الماطر يكسب فريق بالتأكيد كسب الدوري قبل فترة بسيطة في مباراة الذهاب. لأي مدى يعطيكم هذا المحفز قوي قبل مباراة أيضا منتظرة ومهمة في مباراة اليوم بعد ما أقول لك الموضوع؟ الله يبارك فيك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الفوز، هذا كله تشتت، لكن بشوف الحضور الجماهيري الدعم من الإدارة، يعني هذا احنا صراحة كلاعبين مو من حقنا، احنا زعلناهم طول الموسم كثير، فاحنا هدفنا الأول إرضاء هالجماهير اللي حضروا اليوم وإرضاء الإدارة، وما راح يرضون إلا بكأس بإذن الله، وما يعني مهما يكون بطل دوري هذا بطولة ثانية مختلفة عن كل شيء، اللي احنا عزمنا يعني عزمنا إنه بنسوي شكل البطولة هذه، راح نرضي الجماهير، نرضي لما توصل الإدارة. دفين تعتبر في أرض الشباب، هذا يعطيك محفز لأنه الشباب لو فاز 1-0 في مباراة الإياب سيكون النصر هو الواصل لنصف النهائي. الآن وش اللي يدور في مخيلتكم كلاعبين عن مباراة الإياب؟ طبعاً هي شيء إيجابي شيء أكيد، لكن إحنا ندخل المباراة الجاية فعلينا نفسنا، إذا دخلنا إحنا فازين راح يكون اللعب مش في الحماس هذا اللي كان متعادل، فندخل المباراة الجاية بإذن الله إحنا عازمين على الفوز في المباراة الجاية.